السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأول حلقة من حلقات فيشر بتروزيان. اللي متابع السلسلة عارف إن دي بطولة المرشحين لسنة 1971 اللي هياخدها هيروح يلاعب بوريس سباسكي على بطولة العالم. فيشر عمل 6-0 مع مارك تايمانوف وعمل 6-0 مع بنت لارسن، نتائج عمرها ما حصلت في تاريخ أي جراند ماستر. لو كسب فيشر الماتش بتاع النهاردة هيبقى بقاله 20 مباراة بلا هزيمة قصاد أعظم الجراند ماسترز اللي عدوا في تاريخ الشطرنج. خلينا نتفرج على المباراة دي، وبرضو اللي هتجيب 5.5 هو اللي هيتأهل ما بين فيشر وبتروزيان، هيتأهل ويروح بطولة العالم. خلينا نشوف فيشر عمل ايه مع الصخرة الدفاعية تيجران بتروزيان، وهنا بدأ بإي 4 وبتروزيان اختار سي 5 نايت اف 3 اي 6 سيسيليان تايمانوف دي 4 ياكل ويلعب الحصان. هنا ده سيسيليان تايمانوف، التفريع ده شفناه مرتين ما بين فيشر ومارك تايمانوف، ومرتين فيشر كسبهم، وهنا فيشر ما حاولش على اي تفريع تاني، نفس التفريع، ثقة في اللاينات اللي هو بيختارها وراح على نايت بي 5 نفس التفريع بالظبط. والتكملة كانت لا لو سمحت دي 6 ما انتش داخل بالحصان بتاعك في الدي 6، وفيشر يلعب بيشب اف 4 لا انا عايز العب هنا اكل البيدق، يقول له لا لو سمحت امشي، يرجع في الاي 3 يطلع بالحصان يربطه. ولو تفتكر الماتش الاول ما بين مارك تايمانوف وفيشر لعب له كش وغطى بالوزير واكل حصان في بيدق، والماتش الثاني لعب فيه لهنا، وزي ما النهارده برضو بتروزيان اختار بيشب اي 6. لكن بتروزيان اكيد شاف الماتشين بتوعه مع مارك تايمانوف ومحضر له حاجه جديده. يا ترى محضر له ايه لذيذ وممتع هنتفرج عليه النهارده؟ زق على الحصان ابيض عليه اللعب، حصان يطلع وزق على الحصان، لو سمحت يا حصان امشي علشان انت عامل لي ربكه هنا. قال له ماشي انا همشي، ولكن لازم اكل فيل في حصان الاول بحيث اجوز لك البيادق او اركب لك البيادق. لو كلت بالوزير طبعا بتاخد دوبل بكش هنا قويه وتاخد وتخسر الرخ، فلازم تاكل بالبيدق. وهنا يرجع الحصان، وهنا القنبله التي فرقعها بتروزيان في وجه فيشر، لكن فيشر واضح ان هو كان محضر الكلام ده وشايف ان هو ما فيهوش مشاكل. دي 5 دلوقتي تضحيه بيدق لكن قويه جدا. فيشر اكل وبتروزيان اكل الحصان. دلوقتي لو انت كنت جشع وكلت القطعة دي تخسر كتير علشان ياكل هنا، لو كل بكش يمشي. التفريعات على فكرة مش سهلة، خد بالك. نايت اي 4 دلوقتي من الابيض بفكرة انك والله لو اكلت هاكل بالرخ وما خسرتش حاجه. لكن قبل ما امشي هنا عايز اقول لك انت ليه مشيت كده وما مشيتش هنا وما كلتش؟ عشان لو كلت اطلع بالفيل بكش بتيمبو تمشي اقوم بيت وسايب لك ايا من القطعتين وكده حلو قوي، يعني كده رضا زي ما بيقولوا. لانه تفوق للاسود برضو شويه، تفوق 2 للاسود على الكمبيوتر، لكن ده هيبقى احسن حاجه. ف بعد الأكلة دي تاكل هنا ياكل، تاكل بكش يمشي، ونايت اي 4 ممكن تكون أفضل دفاع في الموقف ده. هو اوريدي تفوق 4 بس عشان تجيب التفوق مش سهل، كش مهمة، لو مشيت كده خلاص جيمك بقى وحش جدا، الملك بقى في الطراوة، الفيل اتقفل عليه، فلازم ترجع تغطي. لو غطيت طبعا بالوزير انت بتسيب رخة كاملة ببلاش، فلازم تغطي بالحصان يربطك. هنا لو انت قفلت على الربطه اي 4 قويه جدا، ما تقدرش تاكل عشان مربوط، لو اكلت كده يديك رخ في ايه؟ رخ في حصان، لو اكلت مش هتاكل هنا بقى طبعا هتربطه.
فالجيم هيبقى صعب قوي قوي قوي. فبعد ما اكل اكل فيشر شاف الكلام ده وقام اكل الفيل ده. ستيل قطعه يا جدعان، يعني ايه ده قطعه؟ لا مش قطعه، يطلع يربط ده. لو كلت قطعه من الاثنين اكلك بكش، ولو غطيت اكل الرخ، ولو طلعت كده قفلت على فيلك مش حلو. فلازم يكسر الرابطه وبرده قطعه، وبعدين يوم بيت طويل. بعد اربع خمس نقلات طلع مفيش لا قطعه ولا بتاع، وقطع الاسود منتشره عن قطع الابيض، والكمبيوتر مدي سلايت ادفانتج للاسود، يعني تفوق طفيف للاسود. طيب ايه الكماله يا شباب؟ الكماله دي مش بتاعت الكشري، الكماله بتاعت الماتش. بيشب سي 4، بيشب سي 4 طالع وعايز يبيت طويل، وبيحمي برضو البيدق بتاعه زياده عشان البيدق ما يقعش. جاب الرخ على الفايل، وفيشر ما بيتش على طول، لكنه لعب روك دي 1 زياده حمايه للبيدق بتاعه. هنا بدام يا بتروزيان جبت رخك هنا، يبقى اكيد انت كنت عايز تاكل البيدق، ما اكلتوش ليه؟ يعني ليه لعبت دلوقتي الفيل ده هنا؟ ده دي تكمله الجيم، ليه ما اكلتش البيدق؟ احتمال يكون كان قلقان من النقله دي، احتمال يعني احتمال ما اعرفش، علشان دلوقتي بقت قطعه. لكن القطعه دي لها حل تكتيكي. نايت دي 4 ما تقدرش تاكل علشان الكش وناخد وزيرك. فالملك يمشي كده عايز الرخ، الحصان يلف يقول له لو سمحت هات وزيرك، الوزير يمشي مثلا هنا يطلبه، يمشي تاني يمشي بالفيل ويطلب الرخ. اكيد مش تبقى حابب ان ملكك ما يبيتش والرخ ما تلعبش والتلات قطع على ملكك بالمنظر ده. لسه الوزير يحاول يشوف له سكه ويجي بيها، معرفش هيجي منين بس هيجي يعني. وهيبقى جيمك وحش قوي. ده كفايه بس جوزه الرخاخ، لو انت قدرت تجوز رخاخك على الملك وضع يبقى صعب. الكمبيوتر بيقول تفوق واحد وربع للاسود، لكن اعتقد ان الاسود اسهل في انه يلعب الموقف ده من الابيض. طيب التفريع الثاني اللي ممكن كان قلقان منه عايز يكسر، بس حتى لو كسر هنا، لو جه هنا دلوقتي عايز معلقه على متات، لو الحصان مشي يكسر تاني ياكل ياكل وبعدين يمشي ويطلبه. ممنوع طبعا تاكل عشان رخ في رخ بكش مات، فهتضطر تمشي تدافع تاكل. وهنا تاكل بالملك ولا تاكل بالحصان؟ طبعا تاكل بالحصان. لو كلت بالملك النالة دي جامدة جدا، حتة ممكن نقول فرق، لو رجع كده فرق، بس بعد كده نقلة زي دي مثلا خلاص البيدق ده بيقع، بيقع علشان لو الزقة دي بتزق عليه دي. فهنا صاحبنا بتروزيان اختار بيشب اف 5 ومش رخ في بيدق، ودي كانت نقلة يعني مش عارف، مش واثق في حساباته او قلقان مش عارف. المهم رجع قال له لو سمحت انكسر، وعلى فكره عايز لحتتك دلوقتي. قال له ماشي انكسر، ولعب نايت دي 4. وقام فيشر بمنتهى الهدوء والبساطه مبين. بتروزيان لعب كينج بي 8. النقله دي نقله هجوميه. حد يوقف الفيديو ويقول لي النقله دي هجوميه ليه؟ وبدام وقفت الفيديو اعمل لنا لايك، ولو اول مره تشوفنا اشترك في القناه، ونورت القناة مقدما يا صديقي. النقلة دي هجومية علشان التهديد القادم، وزير في حصان ياكل يخش بكش يمشي وياخد الوزير، وياخد الوزير يبقى قطعة كاملة، خد حصان كامل. طب ايه علاقه ده؟ ما كان موجوده برضو؟ لا مش موجوده، عشان لو اكل عايز نفس التاكتكس، بتاكل بكش فهو مشي من الكش. والتهديد ده يفسر جدا النقله الجايه لفيشر، الا وهي كينج اتش 1. ما عادش خلاص في وزير في ايه
فحصان ياكل يديني كش، ما عادش فيه كش عشان الملك مشي. اوكي، اكل هنا البيدق، وهنا الكمبيوتر مرشح حاجات كتير. طبعا اكلة البيدق قوية وموجودة، لكن الكمبيوتر مرشح حاجات على جناح الملك زي H5 H4 H3 او روك جي 6 وتجوز، يعني النقلات دي موجودة. لكن بتروزيان اختار انه ياكل البيدق، وهيجيب كمان الرخاخ بتاعته ويضغط على الحصان اللي في السي 3 والبيدق اللي موجود في السي 2. اف 4 من فيشر نقلة جيدة، عايز يلاعب الرخاخ بتاعته. لو اكل بيدق في بيدق بيدق في بيدق هيبقى عنده رخ بتنزل في 7 قوية. ناهيك عن ان الرخاخ تقدر تطلع هنا وتدافع عن السكند رانك او الصف الثاني. هات لو سمحت حصانك، الحصان مشي، عايزين نكسر يا عم. قام مكسر فعلا، وقام نازل له 7. قام فيشر قام طالع وقال له لا، مش هينفع تنزل 7 ولازم اشاركك الصف الثاني. كسره وقام لاعب النقله الغريبه الشكل دي. هل هي غريبه الشكل فعلا؟ احنا في النقله ال 25 بيقولوا ان بتروزيان كان وقته مزنوق جدا في الماتش ده، وفيشر كان معاه وقت كتير، كان بيلعب بسرعه، وده فرق جدا في الماتش ده مع فيشر. النقله دي مش احسن حاجه، كان افضل انه يروح بالرخ هنا ويطلب البيدق ده، وبعد بيدق في بيدق بيدق في بيدق ياكل يزق يمشي ياكل ياكل. الموقف ده سلايد ادفانتج للابيض، لكن البيادق دي ممكن تعمل شغل كويس هنا، والجيم مش هيبقى وحش خالص للاسود. طب امال ايه النقله الغريبه دي؟ ايه دي؟ يعني ايه فكره دي؟ هقول لك فكرتها اهو. فكرتها لو كلت تروح تضغط على البيدق ده، وده اللي اتلعب في الجيم. ولو انت حميت البيدق وده اللي اتلعب في الجيم، اخد منك تعادل اجباري لو مرضتش تسيب البيدق عن طريق حصان هنا. لو سمحت هات رخك، الرخ تطلع في الاي 2. لو سمحت هات رخك، الرخ لو راحت هنا بتتاكل بالبيدق، لو رجعت تاني بتطلب، لو رجعت فوق بتطلب برضو. وبعد النقله دي بتروزيان مزنوق في الوقت، قام قايل لفيشر تعادل. فيشر قال له لا، انا عايز اكمل وهسيب البيدق. روك اتش 3 قام واكل البيدق. وهنا تيك كير، عشان انت لو اكلت البيدق على طول هتاخد مات في 1. ففيشر قام لاعب النقله الجميله دي، هجوميه ودفاعيه عن المات. وبعد ما البيدق ده اتاخد، البيدق ده اتاكل، وبعد ما البيدق ده اتاكل قام لاعب H4. بيدقين راكبين مالهمش معنى، واقف قصادهم الحصان قوي ما بيتزقوش، بيدق طرفي بيجري. ونصيحة زي ما قلتها لكم يا شباب كتير، لو سمحتم ركز على النهايات واتفرج النهايات بتتلعب ازاي. فيشر معاه بيدق، خسران بيدق، بيدق ناقص، خسران بيدق، ومع ذلك هيقدر يكسب الجيم ده. أول مرة أعلن النتيجة بتاعت الجيم ده، هيقدر يكسب الجيم ده رغم إن هو خسران بيدق. ليه؟ لأنه بيلعب نهايات حلوة قوي، معاه كمان تفوق في الوقت. النقلات اللي جاية من بتروزيان نقلات مش دقيقة، علشان وقته قليل، وعلشان يطلب إن الجيم ده يتأجل أو يبقى adjourned لازم يعدي 40 نقلة، وإحنا في النقلة 33، فمش هيقدر يطلب الطلب ده. أوكي، حصان هات البيدق، كش يطلع هات البيدق ويزق ويزق. كان الأحسن إنه ياكل هنا، وعايز يدي كش جامدة جدا هنا، والجيم كان هيبقى مش وحش، بدائين قصاد بدائين، ويحاول يدافع. الفكرة انك لو زقيت دلوقتي في اي لقطة
كش وبناخد البيدق، فمفيش زقه دلوقتي. لكن في التايم ترابل هو اختار انه يزق البيدق ده، وفيشر قام قايل له ماشي انا هاكله. على فكره زقه البيدق دي دلوقتي ما عليهاش الكش، فدي كانت بلندر F4. وهنا اختار انه ياكل هات. ففيشر لعب نقله جميله الا وهي لو سمحت هات الحصان، بفكره لو اكلت بكش انا هطلع كده وللاسف انت كده خسرت حته. يا اما تهرب بالرخ اكل الحصان، يا اما تهرب بالحصان اكل الرخ، يا اما تدافع تقعد تتفرج كده على الرابطه وانا بزق البيادق بتاعتي بمنتهى الهدوء وما عنديش اي مشاكل. فبعد النقله دي اكل بالحصان وفيشر طلع بالملك بعيد عن الرابطه وبعيد عن الكشات، والرخ جت هنا بتطلب البيدق، قام فيشر قطع الميه والنور عن البيدق والموقف بقى سهل جدا مكسب. ببساطة لو انت اكلت الحصان دلوقتي وسبت البيدق الموقف ده تعادل جدا، مش تعرف تدي مات مع الرخ والبيدقين اللي بيجروا دول، فانت يدوبك ايه تحاول تتعادل. لكن فيشر طبعا راح بالحصان وقفل الطريق والبيدق بيجري بمنتهى السهولة. بيقولوا ان فيشر كان معاه تقريبا تلت ساعة في وقته لسه متبقي، و بتروزيان كان معاه ثوان معدودة. وبكده يكون خلصنا أول مباراة من مباريات فيشر وبتروزيان. أرجو أن تكونوا استمتعتوا بالمباراة، وإن شاء الله نكمل السلسلة في وقت مش طويل. أشوفكم على خير، ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.